النشرة الخامسة من الفضائيات المصرية، مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك أبا. أهلا بك محمد وأهلا بكم مشاهدينا، وإلى عناوين الأخبار. خلال جلسته العامة، مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة. القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا ضد التهديدات المختلفة. إلى التفاصيل، خلال جلسته العامة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021. وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ثلاث مواد إضافية. المادة الأولى يفتح اعتماد إضافي بملياري جنيه فقط لحيازة الأصول المالية المحلية والإجنبية. المادة الثانية تزداد الموارد العامة للدولة بمليار جنيه فقط خاص للاقتراض. المادة الثالثة تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليها. كما وافق المجلس مبدئيا على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، على أن تتم مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسة العامة القادمة. تتواصل فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 31، وخلال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر قال وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة إن الوزارة عبر أكاديمية الأوقاف للتدريب تهتم بتدريب الكوادر البشرية، حيث تم عقد دورات متخصصة مع عدد من الجامعات لتأهيل الأئمة والواعظات في علمي النفس والاجتماع، إلى جانب دورات الإعلام واللغات الأجنبية. هناك دورات متخصصة مع الجامعات المتخصصة في علم النفس وعلم الاجتماع، ووقعنا بروتوكولات مع 22 جامعة لعقد دورات متتابعة للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف في مجال علمي النفس والاجتماع. هناك دورات في مهارات التحدث الإعلامي مع كليات الإعلام ومع الهيئة الوطنية للإعلام. يدرس الإمام أو الواعظة هنا 3 أسابيع كاملة على أيدي نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام المتخصصين، ثم بمقتضى بروتوكول مع الهيئة الوطنية للإعلام يمكث أسبوعا كاملا في استديوهات الهيئة الوطنية للإعلام مع خبراء متخصصين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى البرامج الإعلامية. وهذا أدى إلى تميز عدد كبير جدا من الأئمة والواعظات. عنينا باللغات الأجنبية، حصل كما ذكرت أمس أكثر من 50 إماما على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية، ونعد مع وزارة التعليم العالي لمنح للحصول على الدكتوراه والماجستير في اللغات الأجنبية وبخاصة اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وطلبنا منهم أن تكون البعثات في الدول الأم والجامعات الأم. هناك معمل للغات والترجمة الفورية هنا لتدريب الأئمة على التعامل الحياتي قبل إيفادهم للخارج. هذا ومن المقرر أن يختتم مؤتمر الأوقاف حوار الأديان والثقافات أعماله في وقت لاحق اليوم. وخلال جلسات المؤتمر أكد المشاركون أن الحوار الإيجابي بين الحضارات يؤدي إلى بناء جسور التواصل الفعال بين الثقافات الشعبية والعالمية المختلفة، مشيرين إلى أن الحوار الديني لا يمكن عزله عن أي أشكال أخرى للحوار، فلا سلام في العالم إلا بالسلام بين الأديان. أعرب فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن قلقه من انتشار اليمين المتطرف في أوروبا وتصاعد أنشطته العدوانية والعدائية ضد المسلمين، مؤكدا أن العالم اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى احترام التعددية وقبول الآخر. كما أضاف شيخ الأزهر خلال استقباله السفير سيريل جانون سفير ألمانيا بالقاهرة أن العالم أصبح على وعي كامل باستغلال بعض الجماعات للدين لتحقيق أهداف مغرضة تتماشى مع أيديولوجيتها، مؤكدا أن الأزهر يمد يده لجميع الدول والمؤسسات للمشاركة في مجابهة ومقاومة هذه الجماعات والقضاء على هذا الفكر المنحرف المضلل.
من جانبه أكد السفير الألماني أن الأزهر الشريف يمثل مرجعية للمسلمين وغير المسلمين حول العالم، مشيرا إلى أن صوت الأزهر صوت مسموع ومؤثر لدى المسلمين وعلى المستوى الدولي. قال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل الأفضل التيسيرة لهن. وأضاف المستشار حسام الدين أن مجلس الدولة بادر فورا بتاريخ 10 من مارس الحالي بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة مندوب أو وظيفة نائب بالمجلس. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس الحالي بتعيين عناصر نسائية من مجلس الدولة والنيابة العامة. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على وصول مصر إلى طريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية البنزين والسولار عام 2023، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018. أشار التقرير إلى عدد من المؤشرات التي تؤكد أن الاتجاه من بينها زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4% بقيمة نحو 8 مليارات دولار العام المالي الماضي، كما ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار. ورصد التقرير أبرز الإشادات من المؤسسات الدولية بشأن جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاعي النفط والغاز. من جانبها قالت مؤسسة فيتش أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في القارة، وأن عدد المشروعات الجديدة سيوفر قدرات إضافية ستعزز أمن مصر من الطاقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعي المصري كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمي. تصريحات الملا جاءت خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2021-2022، كما تم استعراض خطة البحث والاستكشاف والإنتاج، حيث من المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعي تصل إلى 7 مليارات و200 مليون قدم مكعب غاز يوميا و100,000 برميل متكثفات خلال العام المالي المقبل. وأعلنت الشركة توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 981 مليون دولار. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقات المصرية السجم الفاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية، وذلك في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي. تخلل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة ذات الطابع القتالي، تضمنت تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، إضافة إلى إجراء إبحار ليلي مشترك. كما قام الجانبان بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة، وأيضا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحري بمناطق العمل. تعكس تلك التدريبات مدى التطور الكبير للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية. كما تبرز كذلك عمق العلاقات المصرية الفرنسية والسعي المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. انتظمت العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا. هذا أعلنت مديريات التربية والتعليم انتهاء كافة الاستعدادات للحفاظ على سلامة أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب.
كشف حراري تبدأ به الإجراءات الاحترازية المكثفة التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم لعودة الفصل الدراسي الثاني حفاظا على صحة أطراف العملية التعليمية كافة. أما دخلنا المدرسة كشفونا على درجة الحرارة وقالونا التزموا بالكمامات وبس، وطلعنا الفصول وبانتظام. لازم كل واحد يقعد في ديسك لوحده عشان الإجراءات الاحترازية، ولازم ننزل لابسين الكمامة ونعقم على طول كل شاب كحول. نصيحة يعني اللي ما بياخدش بالإجراءات أقول له بس خد بالإجراءات عشان العدوى ما تنتشرش والمدارس ما تقفلش تاني، وعايزين نفضل في المدارس. يوميا بيقف مسؤول أمن للمدرسة من معلم المدرسة معاه جهاز قياس الحرارة بيقيس للطالب حرارته حتى نتأكد أن الطالب بفضل الله سليم، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة الطالب أو ظهور أي بوادر لجائحة كورونا لدى طالب، أنا عندي غرفة مخصصة للعزل جوه بيتم وضع الطالب فيها والاتصال بولي أمره والاتصال بالسادة المسؤولين وإبلاغهم واتخاذ كافة الإجراءات معاه. وبداخل الفصل الدراسي إجراءات أخرى مكثفة حرصاً على سلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية من خلال التشديد على المسافات الآمنة بين الطلاب، إضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات طوال مدة اليوم الدراسي. في الفصل تحديدا لما بندخل اهم حاجه برضو الكمامه ونحافظ على التباعد، يعني زي ما حضرتك شايفه كل ولد في قاعد في ديسك لوحده، والكلام ده مستمرين فيه من اول ما دخلنا في اللي هو الوباء. اجراء اخر يضمن وقايه الطلبه وهو تقسيم الطلاب على ايام دراسيه عده منعا لحدوث اي تكدس او تزاحم داخل المدارس. عندي سنة تانية وعددها 1475 طالب مقسمة على يومين بيجوا في يومين حد وأربع. عندي سنة أولى 758 طالب مقسمة على يومين يوم الثلاث ويوم الخميس. عندي سنة تانية 1238 طالب بيجوا يوم الاثنين ونصهم بيجي يوم الثلاث والنص الثاني بيجي يوم الخميس. بالتالي بفضل الله تعالى الكثافة داخل الفصول كويسة جدا. إجراءات وفرتها الدولة من جانبها لعودة العملية التعليمية تحتم على الجميع الالتزام للعبور من هذه الجائحة واستمرار الدراسة في جو من الوقاية والسلامة للطلاب والمعلمين والإداريين وأطراف المنظومة كافة. سارة متولي، التلفزيون المصري. وعودة مشاهدينا إلى موافقة مجلس الدولة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية عضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام. سيادة المستشار، بعد التحية، إلى أي مدى سيسهم وجود العنصر النسائي في مجلس الدولة في تعزيز العمل القضائي وكذا دعم دور المرأة بشكل عام، وطبعا بعد دعم سيادة الرئيس لها؟ هو يعني في الحقيقة هو ده ترجمة مباشرة وفورية لدعم سيادة الرئيس للمرأة، ويعني إفراد مساحات جديدة وخطوات إضافية أخرى لتمكين المرأة في كل المجالات ومنها المشاركة في العمل القضائي في مجلس الدولة اللي هيشاركنا فيه زميلات من شباب هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة نقلا للتعيين في وظيفة مندوب ووظيفة نائب بمجلس الدولة. نعم. هي أكيد يعني هتبقى يعني مشاركة إيجابية وهيبقى لهم دور فاعل ومساهمة يعني طيبة في تحقيق يعني خطوات الإنجاز القضائي اللي مجلس الدولة بيقوم عليه في الفترة الحالية يعني سرعة الفصل في القضايا وتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين أمام محاكم ودوائر مجلس الدولة. تمام. طيب سيادة المستشار، أبرز الشروط الواجب توفرها في العضوات الراغبات في الانتقال من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وما هي الإجراءات لذلك؟ يعني الشروط يعني ليست شروط جديدة، هي شروط موجودة في القانون بالنسبة للتعيين في وظيفة نائب ووظيفة مندوب، أنه يكون يعني مشترط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإدارية والآخر في القانون أو القانون العام، وأنه يكون التقدير للمتقدم للوظيفة يعني يكون جيد جدا فأعلى. والإجراءات احنا يمكن حددنا
مواعيد خلال هذا الشهر دي لبداية سحب الملفات، وبعدها يعني في 27/3 إن شاء الله هيتبدأ فترة سحب الملفات، هتستمر لمدة أسبوعين تنتهي في 8/4، ويتلوها مباشرة البدء في استلام تقديم الملفات واستلامها من الراغبات في التقدم للوظيفة إن شاء الله. شكرا سيادة المستشارة تاكر سوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، كنت معنا عبر الهاتف. مرحبا بكم من جديد. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي حتى بعد عيد الأضحى المبارك، موضحا أن مخزون القمح يكفي لأربعة وسبعة من عشرة من الأشهر، كما يوجد مخزون سكر يكفي لثلاثة أشهر بجانب إنتاج السكر المحلي حاليا. يعني ذلك في تصريح لوزير التموين خلال وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا باستثمارات تصل إلى ملياري جنيه. وتتضمن المنطقة اللوجستية إنشاء مشروع ذي أنشطة تجارية إدارية ولوجستية بجانب أنشطة ترفيهية وفندق، وتوفر 20,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة الدقهلية، وشدد على تدليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة سيبدأ غدا، وحتى 28 من شهر يونيو المقبل تسلم 1464 وحدة سكنية للحاجزين بمشروع سكن مصر المرحلة الرابعة بالمدينة. كما أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة أنه سيتم تخصيص يوم الخميس الموافق 18 من الشهر الجاري لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول، وكذا تخصيص يوم الخميس الموافق 25 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، على أن يتم تسليم باقي الوحدات تباعا. تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ خط سكك حديد كفر داوود السادات الذي يربط بين خط إمبابة الاتحاد الأباري بالإسكندرية وبين مدينة السادات، وذلك بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 10 سنوات. وخلال الزيارة التقى الوزير بعدد من الأهالي الذين صدر لأرضهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع، مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن يتم إزالة عقار أو أرض له داخل نطاق أي مشروع تقوم الدولة بتنفيذه. كما شدد وزير النقل على تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة. افتتحت وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل بالجيزة. وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطة تعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات. من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية أن التكلفة الإجمالية للمحطة الوسيطة بالبراجيل بلغت حوالي 23 مليون جنيه، مشددا على أن الحكومة تواصل جهودها للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وأحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي للشارع المصري. من جانبه أكد محافظ الجيزة أن المحطة سوف تسهم في تسهيل وخفض المسافات لعمليات الجمع والنقل للمخلفات، حيث سيتم الاستعانة بسيارات ذات حمولة صغيرة على أن تقوم سيارات كبيرة بالنقل المباشر من محطة المناولة إلى المدفن الصحي بشبرامنت. في إطار مبادرة مصرية بمئة رجل وبمشاركة حضور سيدات مصريات من الخارج، قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجولة تفقدية لنادي مناجم الواحات البحرية بمحافظة الجيزة. المدينة تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد في الشرق الأوسط. بالسمسمية وأغاني التراث الواحاتي بدأت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارتها لمدينة مناجم الحديد بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وذلك لتفقد المدينة والتعرف على الثروات المعدنية بهدف الترويج لها في الخارج. سعيدة أن أنا بصطحب مجموعة من سيدات مصر في الخارج عشان يتعرفوا على الواحات البحرية، يتعرفوا على بلدنا،
على جونا الجميل، على أهالينا الجدعة، بالتأكيد أنه أيضا الترويج للواحات البحرية، الترويج للتمور اللي موجودة، نشوف إزاي نقدر نساعد الواحات البحرية من خلال المصريف في الخارج، هو ده هدف الزيارة. طبعا مناجم الواحات البحرية بتعيش فيه حوالي تقريبا هنا حوالي من 150 ل 200 أسرة، خاصين طبعا شغالين كلهم في القطاع. طبعا هنا الإقامة في المدينة هنا إقامة كاملة وكده، وقطاع هنا شغال طبعا بيطلع خامات حديد لصالح شركة حديد والصلب. الترويج لمنطقة الواحات ذات الأكثر إنتاجية في التمور والزيتون بمصر والدفع بها نحو الأسواق العالمية، فضلا عن فتح أفاق استثمارية ومشروعات صناعية كبرى بمحافظة الجيزة، كانت أهم ما سعى إليه القائمون بالمحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شباب التنسيقية الأحزاب والمصريين بالخارج. وإحنا أهلنا في الواحات هم جزء أساسي من نسيج هذا البلد بكل طبطه وبكل أصالته وبكل تماسكه وبكل دفاعه عن بلده تحديدا. وبقول لك هذا المكان مكان سياحي يمتلك الكثير من الفرص الاستثماريه، واحنا زي ما بنقول هذا جهد نتمنى من سياده الوزيره، ويمكن حتى اللواء احمد راشد محافظ الجيزه كان بياكد دائما على اهميه التنسيق الدائم مع وزاره الهجره وسياده الوزيره، بحيث ان احنا نخلي هذه الزيارات متعدده وتشمل كل مناطق الجيزه، ونشوف كمان الريف المصري ان شاء الله باذن الله. الأرض الطيبة، الصحراء البيضاء، الثلاثة مليون نخلة، التمر المصري البلدي اللي طعمه ما فيش زيه في العالم، بس محتاج شوية مجهود أكتر نوصل للتصدير ونوصل للجودة العالمية، ودي اللي بتعمله معالي الوزيرة إن شاء الله الفترة اللي جاية، إن هي هتوصل الخبرة اللي بره مصر من ولاد المصريين في الخارج للمصريين في الداخل، وهنا يبدأ التكامل إن شاء الله، ونشوف الواحات البحرية قريب حاجة تانية خالص. شباب الواحات البحرية أعربوا عن سعادتهم لتلك الزيارة، وأكدوا على حرصهم ودعمهم لبلدهم الواحات البحرية صناعيا وتجاريا وسياحيا. عندنا مناطق سياحية كتيرة من الصحراء البيضاء الصحراء السوداء، في أماكن كتيرة سياحية بس للأسف كانت متوقفة خلال الفترة اللي فاتت، بس أنا بحاول بكل يعني التجربة على السوشيال ميديا إن نحاول أظهر الحاجات الإيجابية، كان دعم الواحات إيجابيا نظهرها على المستوى السياحي بالتحديدا أو على المستوى الصناعة. مثلا عندنا بلد الواحات بلد 3 مليون نخلة، ليه ما نظهرهاش؟ فأنا بحاول بكل جهدي برضو إن احنا نظهر البلد إن هي دلوقتي ليه ممكن نعمل عملية تصدير. الواحات بلد الجمال، هاشتاج أطلقه شباب الواحات البحرية تأكيدا على دعم السياحة المصرية بالخارج والداخل، وترسل برسالة مفادها مصر بلد الأمن والأمان. شارك دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه المنعقد بالعاصمة العراقية، واستعرض عبد العاطي في كلمته أمام المؤتمر حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل ضعف الموارد المائية والتزايد المتسارع في عدد السكان، هذا إضافة إلى التغيرات المناخية الحادة وتأثيرتها الواضحة. وأوضح وزير الري أنه تم وضع استراتيجية قومية حتى عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية. نهاية الخامسة، وهذه أبرز العناوين. خلال جلسته العامة مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة. القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا ضد التهديدات المختلفة. بالإمكان متابعة البث الحي لنشرتنا برامجنا المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.eg. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، شكرا محمد. شكرا لك يا أدى، وشكرا لكم مشاهدينا.